كمان حاجة. على الجانب الاخر كمان جيراردو طبعا المهاجم، مهاجم النادي الاهلي، كان جاله شد في العضله الخلفيه في المباراه اللي فاتت، وكان في جلسه في الجيم على هامش المراني النهارده عملها هذا اللاعب واستكمل برنامجه التاهيلي. طبعا حاول طبعا يعني اذا كان هيلعب المباراه او لا، لسه هو في الفقرات التاهيليه. وطبعا اشتكى جيرالدو زي ما احنا عارفين اصابه في العضله الخلفيه في مباراه اسوان الاخيره في مسابقه الدوري العام واللي فاز بيها طبعا الاهلي 3-0، وبيخضع اللاعب دلوقتي حاليا لبرنامج علاجي وتاهيلي لتجهيزه. اذا كان هيقدر يلحق بمباراه القمه اعتقد هتبقى الامور، لو عضله خلفيه وفيها هتبقى فيها مشكله لحد ما، لان العضله الخلفيه بتحتاج الى وقت شويه، وكمان من هي يعني بتبقى اصابه غلسه، يعني لازم يكون اللعيب طبعا. واحنا متعودين دايما من اداره النادي الاهلي على الاجهزه الفنيه ان كل اللاعبين اللي بيشاركوا في المباراه يكونوا جاهزين 100%، وان شاء الله كل التوفيق يعني لكل المصابين في النادي الاهلي اذا كان احمد الشيخ وغيره. طبعا ربنا ان شاء الله. يشفيهم يا رب.